ماذا يستنبط لنا؟ أنه حينما يأتي من قضاء الله وقدره شيء مزعج أو متعب أو مؤلم وتقبله سريعاً ما ينزح عنك، أما إذا لم تقبله تأخر بقاء هذا القضاء والقدر فيك. هذا الدرس. المؤمن الصادق واثق من حكمة الله، واثق من عدل الله، واثق من رحمة الله، لذلك يتلقى قضاء الله وقدره بالرضا واليقين. هو قضاء الله وقدره، فإذا قبلت قضاء الله وقدره سريعاً ما تحل المشكلة. أيها الإخوة، عجبت كما قال النبي الكريم لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. سيدنا عمر ابن الخطاب إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثاً. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، إنسان ترك الصلاة، إنسان أكل مال حرام، إنسان وقع في الفاحشة، أعوذ بالله، هذه المصائب. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، أول حمد على أي مصيبة لم تصل إلى الدين. ما ارتكب حرام، ما أكل مال حرام، ما تعامل مع الحرام، ما نافق، ما جمع مال على حساب مبادئه. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، يعني حادث سيارة بس الأولاد سلموا والزوجة سلمت، الحمد لله نعمة كبيرة أنه المصيبة أصابت المركبة فقط، أما الركاب في سلامة تامة. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. هذا المؤمن راضي. مرة أحد العلماء قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، بستاني في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك هذا العالم الجليل قال كلمة أخرى، قال: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، والدليل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. سيدنا إبراهيم حينما ابتلي أن يذبح ابنه إسماعيل، حينما ابتلي أي امتحنه الله، إن هذا لهو البلاء المبين، أن يذبح ابنه إسماعيل، ومما يزيد هذا الامتحان صعوبة أنه ما جاء بشكل صريح، جاء بشكل رؤية، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شيء ليس سهلاً أن إنسان يذبح ابنه الشاب وهو نبي. لو أنه قيل له: سيأتي من يذبح ابنك فاصبر، أهون، أما ينبغي أن تذبحه بيدك وهو ابنك. وسيدنا إبراهيم لئلا يأتي ابنه هاجس العقوق قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بأي مستوى سيدنا إبراهيم؟ يعني الآن تطلب من إنسان ساكن جانب المسجد يحضر درس بس،
والمسجد مدفأ في الشتاء ومكيف في الصيف، في مياه باردة للشرب، في مياه ساخنة للوضوء، والسجاد سميك، في تحت السجاد مواد من أجل أن تستريح. لكن إحضار درس عم يقول له اذبح ابنك، يعني إحنا لا نحتمل هذا الابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. متى يمكن أن تكون إماما؟ حينما تبتلى فتصبر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. أيها الإخوة، الآن دقيق. فلما أسلما الأب النبي الكريم أبو الأنبياء استسلم لهذا الأمر، والابن الشاب البار بوالده المؤمن بربه وبحكمة ربه قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. من هنا قال سيدنا علي الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين، الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. درس بليغ لنا. أنا أتمنى عليكم ألا تفهموا أن هذا القرآن فقط كتاب مقدس تقرأه تعبداً، هذا منهج لنا. أؤكد لكم ثانية أن قصص الأنبياء الذين مضوا هي لنا درس لنا، توجيه لنا.